ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية الهادفة تفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات نوعية وجودة وبمواصفات عالمية وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية وزارة الدفاع الوطني، تم تسليم 562 سيارة من علامة مرسيدس بانز بتيارة بي الناحية العسكرية الثانية مصنعة من قبل الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بانز ومخصصة للتدخل السريع ونقل الأفراد الإسعاف ونقل البضائع، وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للاعتاد بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني وإدارات عمومية، بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية منها وخاصة. 66 رباعية الدفع و 396 سيارة نفعية. يأتي هذا الحدث ليجسد مرة أخرى الإرادة القوية ويؤكد بعد نظر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل استراتيجية تطوير صناعة عسكرية بمواصفات عالمية. لقد أشدنا عند استلامنا للدفعات الأولى من المركبات ذات علامة مرسيدس بتشرف مؤسستنا على استعمال المنتوج الوطني، وأن هذا الاختيار هو اختيار استراتيجي لمؤسستنا سهرا منها على تحفيز المنتوج الوطني. رانا راضيين بهذا الانتاجات تاعها والاحترافية العمال والمسؤولين تاعها، ونتمنى لهم ان شاء الله التوسع في هذا المجال.